وهي المستشفى هي تاني أعلى حالات كورونا موجودة بهي المستشفى ببريطانيا، يعني فيها معبى حالات كورونا. صرت أسمع أخبار إنه موظفين اللي بالقطاع الصحة ببريطانيا كانوا عم ينعدوا، في منهم توفوا، وطبعاً أول تسعة توفوا دكاترة هن أصلاً من أصول مهاجرة. يعني هو هذا بالحاله بيودي رسالة عن الشيء اللي عم يقدموا المهاجرين بهالبلد.